طيب انا عايز اتكلم مع حضراتكم في بعض الاخبار وتحديدا عن جزئيه رئاسه الكابتن محمود الخطيب لبعثه الفريق في هذه الرحله وفي مباراه مصريه زي دي. واحنا دايما بنشوف الكابتن محمود الخطيب في المراحل الحاسمه والمراحل اللي بتحتاج تواجده بما انه قيمه رياضيه كبيره ونجم كبير جدا في تاريخ كره القدم المصريه وتاريخ النادي الاهلي، وبالتالي طبعا هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، فتواجده هو عباره عن رسائل مهمه للاعبي النادي الاهلي، ان اللي على راس منظومه النادي الاهلي في ظهركم وبيساندكم وبيدعمكم، وقبليه كمان طبعا طبعا جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيكون ورا فرقته في مختلف التحديات القويه جدا، سواء قويه كمان او تحديات محليه تعتبر بالنسبه لنا طبعا المنافسه بتبقى قائمه فيها، لكن في كل الاحوال تواجد الكابتن محمود الخطيب على راس البعثه ده امر ودافع مهم جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. وكمان بيرافقه الاستاذ طارق انديل، راجل اهلاوي اهلاوي يعني الاستاذ طارق انديل في الحقيقه، ودايما بيكون متواجد في رحلات فريق النادي الاهلي عشان يكون داعم للفريق في هذه المراحل الهامه. واحنا شفنا قبل كده بالمناسبه يعني شفنا قبل كده مباراه الهلال السوداني وكان مدى حساسيه هذه المباراه ومدى اهميتها اللي كانت في السودان، وكان في اصرار كبير ايضا من الكابتن محمود الخطيب ان هو يكون رئيس بعثه النادي الاهلي، وادت كمان لفوز النادي الاهلي بخلاف طبعا الجوانب الفنيه ومهارات واداء لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. طيب افكر حضراتكم بقائمه فريق النادي الاهلي لمباراه الوداد الاولى. مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اختار محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمود وحيد، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، واحمد فتحي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، دول في خط الدفاع. في نص الملعب عمرو السوليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشه، وجونيور اجاييه، وصالح جمعه، حسين الشحات، واحمد الشيخ، وليد سليمان، ومحمود عبد المنعم كهربا، وفي خط الهجوم كل من مروان محسن واليو بادجي. لما هتيجي تبص على القايمه، قايمه مميزه جدا من لاعبي النادي الاهلي، لكن خلي بالك هينضم لهم بكره باذن الله تعالى، وده من ضمن الاخبار المهمه جدا، علي معلول طبعا احد ابرز نجوم النادي الاهلي على مدار السنوات القليله السابقه، ولاعب ومفتاح مهم جدا بالنسبه للفريق بعد انتهاء مرحله الاجنده الدوليه وانضمامه لمنتخب تونس وتالقه كمان في مباراتي منتخب تونس الدوليين، هينضم بكره باذن الله لبعثه الفريق مباشره في المغرب. ونفس الحال بالنسبه لجيرالدو لاعب النادي الاهلي اللي باذن الله برضه هينضم بكره بعد انضمامه وانتهاء مرحله الاجنده الدوليه مع منتخب انجولا، فبالتالي ينضموا للبعثه ويجهزوا معاهم ان شاء الله خلال الايام القليله المقبله قبل مباراه الوداد الهامه. قائمة متكاملة، قائمة مميزة إن شاء الله بإذن الله، اللي مش جاهز بنسبة 100% نلحق نجهزه خلال الأيام القليلة دي، ما لحقناش إن شاء الله الفرقة والجهاز الفني يقدروا يجهزوهم لمباراة الإياب، وأيا كان مين اللي هيلعب إحنا واثقين فيه كامل الثقة إن هو إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقه ويكون سبب في إسعاد جمهور النادي الأهلي.